الشرطة يواجه نفط الوسط في الجولة 11 من دوري نجوم العراق، وكورة يتابع تحضيرات الفريقين. أعتقد يعني الفريق يعني من مرحلة لمرحلة أو من مباراة لمباراة راح يكون بتصاعدي، خاصة عندك الفرق اللي حاليا بالدوري جميعها تقريبا متساوية. أعتقد يعني الدور راح يكون صعب هذا الموسم، مثل ما احنا يعني نريد لقب الدوري اكون الفرق هم مستعده يعني، فاحنا لا نبخس حق الفرق الباقي، بس بنفس الوقت عندنا لاعبين يمكن يقدرون يعني رتم المباراه يقدرون يميلوا دائما لصالحهم، وان شاء الله يعني عندنا ثقه باللاعبين يعني يقدمون كل ما عندهم، يرجعون وضعهم الطبيعي يعني اعتقد يعني ماكو احد يوقف قدامهم الصراحه. لا يملك لاعبين على مستوى عالي، احنا نعول على لاعبين الشباب، والكابتن عباس يعني يتكلم معهم انه اكو مباريات يعني انه مثلا وبالخصوص الفرق الجماهيريه يعني اللي يطمح منتخب، اللي يطمح يحترف، اللي يطمح يلعب فريق جماهيري، يعني هو هذا اللاعب اللي من يلعب، اذا ما يلعب لعبه الشرطه ما يلعب لعبه الجويه، لعبه الزوراء، صح ولا لا؟